نسرين احمد محمد. كم سنة؟ 10 سنين. سنة كام؟ داخلة سنة 5. انت عارفة ان انت هتكرمي النهاردة؟ تكرمي ليه؟ لان انا حفظت القرآن وبابا وماما حفظوني وعمته، عشان انا عارفة كمان ان بابا وعمته حفظوني وماما، وعارفة ان انا هكرم. طيب حفظتي كم جزء؟ 6. 6 أجزاء. وناوية تحفظي تاني أجزاء تاني؟ أيوة. أنت بتحفظي عشان تكسبي هدية وتاخدي هدية جايزة ولا؟ لا، عشان ربنا. شهادة أحمد محمد. كم سنة؟ 9 سنوات. حافظة كم جزء من القرآن؟ 6 أجزاء. جاري بقى النهاردة؟ عشان القبر. مين اللي هيكرمك؟ أستاذ أحمد داوود. فرحانة إنك هتكرمي النهاردة عشان حافظة القرآن؟ بتقولي بقى للناس اللي هيكرموك إيه النهاردة؟ شكرا. اسمك ايه؟ احمد. كم سنة يا احمد؟ 6 سنين. هتتكرم النهاردة ليه؟ عشان حفظت. حفظت ايه؟ حفظت قرآن. حفظت كم جزء؟ جزئين. تعرف ماما يعني شادي من تاريخي ان حضرتك بسبب والله طبعا هو برضو يرجع في الاول وفي الاخر لاصرار الطفل نفسه، يعني فعلا يعني عندهم اصرار وعزيمة كبيرة جدا، يعني حتى هم لسه مخلصين مسابقتين قبل كده امبارح واول امبارح برضو، وجايبين الجوائز بتاعتهم برضو. والله يعني هم ونعمة، يعني الواحد بيتمنى اي طفل يكون كده، ومتفوقين علميا كمان، يعني الحمد لله، يعني كله من فضل الله الحمد لله. سن صغير جدا القرآن، بتتمنى لهم ايه في المستقبل؟ والله انا بتمنى لهم يعني ان يكونوا انا صلح، يعني صلح كده يتقوا الله بالذات في الزمن اللي احنا فيه ده. نفسي ان ربنا يعني يحميهم بفضله في اليومين اللي احنا فيهم دول. رسالتك نظام النهارده الاحتفاليه؟ والله انا سعيد جدا، انا سعيد بالجمعيه دي، لان الجمعيه دي كل سنه بتعمل النشاط ده، ودي بتحفز الطفل يعني بتحفزهم جامد وبتخليهم مشتاقين، يعني هم بيبقوا مشتاقين من السنه للسنه للمسابقه دي. مدام اجلال، موظفه باداره وزاره الاوقاف. والده نسرين وشهد. طبعا ويعتبر ده خيره ثمارنا ان احنا يعني دخلنا امتحان القران، والحمد لله ربنا وفقنا الحمد لله. والحفله دي عباره ان هي يعني تكريم للاولاد وتشجيع ليهم ان هم يستمروا. وطبعا الهدايا اللي بناخدها يعني بنحاول ان احنا نحتفظ بيها، بحيث ان هم لما يكبروا يبقى حتى يوروا الحاجات دي لاولادهم، ان احنا مثلا كنا بندخل جوائز وكان بابا وماما بيحافظوا عليها. وطبعا باباهم طبعا ليه فضل في الموضوع ده كبير طبعا، وتشجيعهم يعني مع كل جزء مثلا لازم يعمل لهم مثلا حفله او بيعمل لهم هديه برضو ان هم حافظوا الجزء ده في القران. وان شاء الله ربنا يقوينا ونكمل المصحف كله باذن الله. وتشرفتونا النهارده بصراحه في البدرشين هنا. انا مدام نسرين، مفتشه اثار عمه نسرين وشهد. نسرين يعني النهارده يعني شهد قالت يعني في كلام مخصوص، يعني قالت عمته هي كانت سبب ان انا السلام عليكم. لا والله انا ما عنديش اولاد، بس نسرين وشهد اكتر من اولادي، وانا بحب لان دي حاجه قرانا يحفظهم لقدام، وبالذات البنت كمان، ودي تشجيع ان البنت باباهم برضو بيحفظهم وبيساعدهم وبيشجعهم انه يديهم مثلا على الصوره 5 جنيه، فبيحاولوا البنات تشجيعا. يعني كان دوري ان انا بحاول برضو اشجعهم من هنا ومعاهم واحده واحده برضو، فربنا يوفقهم برضو. ميرسي قوي، شكرا وشاكرين. اسمي اميره ابراهيم حسن. اميره، كرم النهارده ليه؟ علشان انا عملت اختراع يعني وسيله تقييم ذاتي. الاختراع ده عباره ان بتبقى فيه اسئله في ناحيه يمين واسئله في الناحيه الشمال الثانيه دي. اول ما اوصل تبقى فيه موسيقى في الجهاز ده، بتبقى فتره انتظار الاجابه. اول ما بوصل السؤال بالاجابه بتاعته وتطلع صح، الموسيقى بتفصل واللمبه بتنور اللي انا حطاها فيه. لكن لو الاجابه طلعت غلط الموسيقى هتفضل زي ما هي شغاله، معنى كده ان السؤال ده غلط مش صح. هو توصيل ان هي اللي هي شرائح الالومنيوم، ان الفكره ان انا موصلاها ببعض لان دي جيده التوصيل للكهرباء عشان من الفلزات، علشان كده انا وصلتها بالاختراع. ياخد مراحل تعليميه معينه؟ ممكن ياخد من الحضانه الثانوي، يعني اي مراحل تعليم.
ممكن اجيب له طفل مثلا تفاحه واجيب في الناحيه اليمين مثلا والناحيه الثانيه اجيب له اسمها، لو وصل التفاحه بالاسم صح يبقى موسيقى تطفي واللمبه تنور يبقى كده يعرف ان دي اجابته صح، لكن لو ما نورتش يبقى يعرف ان اجابته غلط. المواد العلميه في الثانويه العامه زي يعني ممكن اجيب اي رموز كيميائيه مثلا، يعني مثلا رمز الصوديوم ان ايه، ووصل رمز الصوديوم بالاجابه بتاعته صح برضو نفس النظام هتنور اللمبه هتنور برضو لو الاجابه صح، لكن لو الاجابه غلط مش هتنور. الفكره جات لي ازاي؟ انا بحب الاختراعات، انا بحب اخترع، نفسي يعني اخلي مصر ان شاء الله تبقى الدوله الاولى في العالم ان شاء الله. بقول الحمد لله ان ربنا وفقني اني عملت الاختراع ده وان في ناس قدرتني وخلتني اتكرم الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم. ابراهيم حسن معوض، مدرس اول رياضيات مدرسه النصر. والد طالبه اميره ابراهيم حسن. فازت النهارده بالمركز الاول على اختراع. هي عملت اختراع فعلا وسيرت فيه كتير، والفكره بتاعته مبنيه على توصيل المعادن او المعادن جيد توصيل الكهرباء، وبدات تستخدم فيها حاجات كتيره ومعلومات كتيره، والجهاز ده او الوسيله دي تعتبر وسيله ايضاح ممكن تشتغل من سنه اولى ابتدائي لثالثه ثانوي، وممكن تشتغل معلومات عامة، وممكن تشتغل في حاجات كتيرة، وممكن تتعمم على مستوى الإدارة بتاع الوزارة بحيث إن هي تنفع كوسيلة إيضاح لبعض الصفوف. دعمت الفكرة دي إزاي؟ أو دعمت البنت بالفكرة؟ والله أنا خليتها تقرا كتير وهي بتحب العلوم، وأنا غرست فيها وهي صغيرة إن هي تحب مادة العلوم. وأتقنت فيها بصراحة ولقيت منها جهد كبير، فعشان كده ساعدتها. بس هي وصلناها فعلا وزارات، بس ما كانش فيه اقبال يعني. وزاره التربيه والتعليم في وكاله الوزاره قالت لها ان وزاره البحث العلمي طلبونا فعلا وزاره البحث العلمي، بس بنتي كانت مريضه في الوقت ده، كان عندها التهاب في العصب السابع فما قدرتش تكمل معانا.